ورجعنا لفقرتنا التانية في البرنامج وهي ازاي تقنع الناس وتأثر عليهم عشان توصل لتحقيق أهدافك. هي أول حاجة لما بتكون بتحاول تقنع حد بفكرة أو بحاجة لازم تكون أنت أساساً مقتنع بالحاجة دي، مؤمن بيها بجد. حتى لو أنت مثلاً سيلزمان، حد يعني تشتغل في السيلز عايز تبيع حاجة، لازم تكون أنت مجرب الحاجة دي، أنت فاهم في الحاجة دي، أنت مقتنع بأهمية الحاجة دي. كذلك الفكرة لازم تكون مقتنع ومؤمن بالشيء عشان تقدر تخلي الآخر يقتنع ويؤمن بيه برضو. وحاجة كمان، لازم تكون واثق في نفسك جدا جدا جدا، علشان ثقتك في نفسك دي بتنعكس على اللي قدام. ولازم تكون دارس الموضوع اللي انت رايح تهري فيه، يعني ما تقعدش تخش في تفاصيل صغيرة تتوه اللي قدامك. حاول تمسك أهم نقطة في الموضوع وتبتدي بيها، وبعد كده احكي، لأنك هتبقى خلاص شديت انتباه اللي قدامك، فهو ركز معاك وسمع انت بتقول ايه. الباقي بقى كله هو كده كده مكمل معاه، لكن لو بدأت بعك ولخبطة هيتوه منك، هيفرض بقى، هيفرض الزبون، هيفرض زي العلم. تيجي بقى تخشوا على لب الموضوع يبقى فرط، خلاص بقى صدع بقى لم بقى لانه ما بقاش سامعك اساسا. وممكن يقولك انت عايزه تقولي ايه اصلا، يعني ممكن انا بقالي ساعه معطلاني كنت بتقولي ايه، هو لقاك مهزوز، فخلاص لو انت مهزوز هو كمان خلاص. طبعا صح، لازم اللي بنتكلم معاه نحاول نسمعه على قد ما نقدر، ان ربنا خلقنا اتنين ودان، انت بتتكلمي واللي قدامك بيتكلم، فانتوا الاثنين بتتكلموا بصوت واحد، ودي من صفات العشوائيه والجهل، الغوغاء والغوغاء دي فعلا عشوائيه، هي مرادف الغوغاء، ودي بتدل على قله المستوى التعليمي وعلى الجهل وعلى قله مستوى التربيه. لا بس هي ثقافه التربية. شعب كمان. لا مش ثقافه، ثقافه شعب متخلف، ستايل حياه، ثقافه عالم ثالث، شعوب جهله. ان ازاي بلدهم بيتكلم وانت بتتكلم ازاي. كمان في حاجة مهمة قوي قوي لما بتحاولوا تكونوا بتقنعوا حد بوجهة نظركوا، يعني البودي لانجوج أو لغة الجسد. ما ينفعش إن أنا أبقى بحاول أقنع حد بوجهة نظري أو بفكرة معينة وأنا مثلا مش باصص في عينيه، لازم أبقى باصص في عينيه كويس قوي وأنا بكلمه. دي أول حاجة، يعني إي بي سي، إن أنا أبص في عين اللي قدامي وأنا بكلمه. تاني حاجة، لما بكون أنا بحاول أقنع اللي قدامي بحاجة بستخدم جسمي، بستخدم إيديا، بستخدم لغة جسدي. ما ينفعش أبقى بتكلم مع واحد وبحاول أقنعه بموضوع مهم قوي وأنا حاطط إيدي في جيبي مثلا، هيبقى حتى أو بلعب في الموبايل أو لا، يعني أو مديله إمبريشن البرود ولا مبالاة. عشان أقنع اللي قدامي فكرة لازم جسمي كله يديله الانطباع إني مهتم بالموضوع ده وعايز أقنعه بالفكرة دي، ده بيأثر كمان على قدرة إقناعي. وحاجة تانية كمان، إنك تحكي له مثلا الموضوع على شكل قصة، يعني تقول مثلا احنا روحنا وعملنا بتاع، عشان يبتدي يتشد ويركز معاك. برضو هرجع للنقطة الاولانية اللي انا قلتها، لان انا بالنسبة لي دي اهم حاجة في اقناع الاخرين، انه ما نشتتش تفكيرهم واحنا بنتكلم معاهم، نركز ونحكي لهم حاجة واحدة، بلاش ندخل في تفاصيل كتير عشان ما يتوهوش مننا. لازم تكون مقدر للشخص اللي قدامك، يعني مقدره، يعني مش بتحتقره، مش حاسس تجاهه بالدنو او قرفان منه، يعني تبقى مديله قدر، يعني حاسس ان هو بني ادم، انسان لطيف، ممكن تكون بتحبه، ممكن تكون بتكنله معزه، فده لازم يبان في عينيك. ولازم وانت بتتكلم معاه من وقت للتاني، يعني من ثانيه وثانيه، انك تذكر اسمه، لان الانسان لما تقول له يا فلان يا فلان، غير لما تقول له بص بقى انت بقى، أيوة صح، غير لما تناديه باسمه. اسمه بيقص حاجات في مخه بتخليه ينتمي اليك وانت بتتكلم معاه، فالاهتمام بيه وتقديره اللي هيبان في عينيك، وانك لما تناديه باسمه، كل ده بيخلي اللي قدامك يتاثر جدا بحوارك، حتى لو انت بتحكي حاجه قريتها في الجورنال النهارده الصبح. في ناس كتير قوي بتضيع حقها او بتضيع الموقفها، ما بتعرفش تثبت على الموقفها لانها ما بتبقاش عارفه تقول. واحد ممكن يبقى معاه حق جدا بس مش عارف يوصل وجهه نظره، فبيبتدي اللي بيسمع له يزهق وما ينتبهش ليه وما يساعدهوش. وفي ناس بتعرف تاخد حقها كويس قوي، اللي هي بتبقى عارفه كويس قوي اول الموضوع، حاطه نقطه ونقطه وخلاص. برافو عليك. احنا بقى بنتكلم في الفقره دي بالظبط، بنتكلم في الفقره دي عن اللي بتعرف تقنع الشخصين، اللي بيسمع واللي بيحكي. فحتى لو فرضنا ان اللي بيحكي ما بيعرفش يحكي كويس ومشتت، اللي بيسمع يساعده، ما عندوش لغه الحوار. لا يعني مش ثانيه واحده اكملك تفهميني عايزه اقول ايه. في ناس ما عندهاش لغه الحوار، يعني مش كل الناس طلوقه وكل الناس لسانها قد كده، في ناس بتتوه. انا بقى بتكلم في الفقره دي عن حتى الشخص الاخر، الشخص الاخر اللي ما نواجبه برضه يسمع، بس هي الفقره بيحتوي تاثيرك في الاخرين في الاخر. بس يعني من ضمن النصايح اللي انت قلناها هنا ازاي تسمع الاخر.
وازاي تنصت له وازاي تديله اهتمامك. أيوة بس وازاي تناديله باسمك انت بتسمعه يعني انت نصحتي هو لا هي معاه حق لانه برضه التاني بيبقى عليه عامل كبير وهو بيسمع لانه على فكره ممكن ابقى انا بتكلم كويس حلو جدا وعارفه اوصل واللي قدامي مش مركز معايا فحتى ساعتها انا ثقتي في نفسي هتتهز ومش هعرف اكمل كلامي. ممكن العكس تتكلمي على المرسل والمستقبل. انا فهمت اللي انت بتقوليه انك تسمع الاخر ان انا مثلا لو انا بحاول اقنعك بوجهه نظري فانا اللي عايزه اثر فيكي من واجبي ان انا اسمعك لان انا لما هسمعك هخليكي تطلعي الطاقه وتطلعي الكلام اللي انت عايزه تقوليه فمخك هيهدى فهتبداي تستقبلي. طول ما البني ادم ما عندوش فرصه ان يقول الحاجه اللي عايز يقولها مش هيعرف يستقبل من الشخص الاخر. فانا لو عايزه اقنع شيماء بفكرتي لازم اخد منها كل اللي عايزه تقوله من طاقه وكلام واسيبها تهدى خالص وبعدين ابدا انا اتكلم فهي يبقى عندها سبيس وراحه نفسيه انها تستقبل مني. في الثلاجه تخمر تكبر تبقى كده جميله وتطلعيها بقى تكنيك وتبتدي تتكلمي معاها. انا واد انا دكتور شرشيبو شرشيبو شرشيبو. وبكده نكون وصلنا نهاية فقرتنا ازاي تأثر في الآخرين، ازاي تسمعهم، ازاي توصل لهم كلامك بصدق عشان يوصل لقلبهم، ازاي 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 عشان تسيب ريحة حلوة، تسيب انطباع طيب عند الآخرين. وانتوا عارفين طبعا كلنا ماشيين من الدنيا كلنا هنموت، الإنسان سمعة، فحاولوا تسيبوا سمعة كويسة في الدنيا من خلال تأثيركم في الآخرين. يلا نطلع فاصل ونرجع للفقرة اللي بعد.